صباح الخير يا أول. ها قد بدأ يوم جديد وأسبوع جديد. في هذا الأسبوع سنستضيف زائر جديد في مادة اللغة العربية، وهو حرف الظاء. ضيفنا لهذا اليوم هو حرف الظاء. هيا بنا لنستمع لهذه الأنشودة ونرحب بحرف الظاء. هيا يا أول. ونغني أحلى الألحان. الظاء مع الفتحة ظ ظ ظ ظ ظ. الظاء مع الضمة ظو 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 ظو. الظاء مع الكسرة ظي 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 ظي. والظاء مع الساكن ظ ظ ظ ظ. الظاء المفتوحة ظبي ظ ظ ظ ظبي. الظاء المضمومة ظفر ظو 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 ظفر. الظاء المكسورة ظل ظي 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 ظل. الظاء الساكنة عظمة ظ ظ ظ عظمة. دان 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 فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. أحسنتم يا أول. ها قد استمتعنا بحرفنا الجديد وهو حرف الظاء. اسمه ظاء وصوته إظ. له شكل واحد في وسط الكلمة وفي أولها وفي آخرها. هيا انظروا جيدا إلى حرف الظاء. هيا بنا يا أول لنقم بلفظ حرف الظاء مع حروف المد الطويل. هل تتذكرونها؟ هيا بنا فلنتذكرها سويا. حروف المد الطويل آ أو إي. هيا بنا فلنرفض الظاء مع حروف المد الطويل. الظوء ظا. الظوء ظو. الظوئي ظي. أحسنتم يا أول. والآن سنلفظها مع الحركات القصيرة. هل تتذكرونها يا أول؟ فتحة ضمة كسرة سكون. هيا بنا فلنلفظ الحرف معها. ظ ظو ظي إظ. رائعون يا أول. هيا فلنكررها مرة أخرى. ظ مع الفتحة، ظ مع الضمة، ظ مع الكسرة، إظ مع السكون. رائعون يا أول. ها سنرددها الآن مع التنوين. هيا يا أول. ظن. لاحظوا إنها يكون لها العصات تبعات التنوين. ظن. ظن تحت الحرف. ظن فوق الحرف مع تنوين الضم. أحسنتم يا أول. هيا بنا فلنتعرف على هذه الصور ونلاحظ حرف الظاء في هذه الصور. ما هذا يا أول؟ هذه الصورة تعبر عن ظرف. لاحظوا حرف الظاء في بداية الكلمة. ظرف. هيا نرددها مرة أخرى. ظرف. أحسنتم يا أول. وما هذه؟
إنها عظمة. لاحظوا حرف الضاء في وسط الكلمة، عظمة. الفظوها جيدا، هيا بنا. عظمة. وهذه الصورة. ظل، لاحظوا حرف الضاء في بداية الكلمة، ظل. ما هذا التنوين يا أول، هل تذكرونه؟ نعم، إنه تنوين الضم. وما هذه التي توجد عليه؟ إنها الشدة، أخذناها. أحسنتم، ظل. هيا نشدد حرف اللام مع التنوين، ظل. أحسنتم يا أول. وما هذه يا أول؟ إنها أظافر. لاحظوا أيضا في وسط الكلمة، لكن حرف الألف منفصل لا يمسك بالضاء، أظافر. أحسنتم يا أول. وهذه أيضا الصورة، محافظ. لاحظوا حرف الضاء في آخر الكلمة، أحسنتم. هيا بنا فلنلفظ هذه الكلمات. الظرف، الظلام، الظبي. ماذا نلاحظ على حرف الضاء يا أول؟ وما هذه اللام التي توجد معه؟ أحسنتم، إنها لام شمسية، تكتب ولا تلفظ. لاحظوا الكلمات مرة أخرى، الظرف لم نلفظ اللام، الظلام لم نلفظ اللام، الظبي لم نلفظ اللام. إذن حرف الضاء هو حرف شمسي. رائعون يا أول. هيا بنا فلنردد هذه الجملة، ظافر، طالب، نظيف، ومنظم. لاحظوا حرف الضاء في كلمة ظافر، طالب لا يوجد بها حرف الضاء، نظيف. الفظوها مرة أخرى، نظيف ومنظم. لاحظوا الشد على حرف الضاء في كلمة منظم، نشدد على حرف الضاء. هيا نشدد به، هيا بنا نشدد به، منظم. أحسنتم يا أول. إني استمتعت معكم كثيرا. عليكم حل كتاب الطالب صفحة 66. سألقاكم قريبا، إلى اللقاء.